أهلا بحضراتكم. 51 سنة على 6 أكتوبر 73، إيه اللي فضل من الانتصار؟ إيه اللي اتغير؟ إيه رأيك في الجيش الموجود دلوقتي وقياداته؟ وإيه الفرق بينهم وبين جيش 6 أكتوبر 73؟ سعدني أبدأ أستمع لآراء حضراتكم، ومعايا الست أم مصطفى من القاهرة في أول اتصال. أهلا بيك يا فندم. ست أم مصطفى معايا؟ أم مصطفى معانا يا جماعة؟ طيب، يبدو إن ست أم مصطفى ما بقتش معانا. 51 سنة، هل كانت كفيلة لتغيير العقيدة في الجيش؟ لتغيير المعاني والتوجهات؟ أسأل الأستاذ حسن اللي معايا من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بيك يا فندم. إزيك يا أستاذ أحمد؟ الله يسلم بالك، تسلم، اتفضل. الله يخليك، أمرني. لا، أنا بس بسأل، إيه الفرق بين الجيش اللي موجود دلوقتي وقياداته والجيش اللي حارب في 73 وانتصر؟ ده الشرفة بتاع 73، الشرفة دول. دول الشرفة دلوقتي، دولت بتوع تل أبيب. دول بتوع تل أبيب. للأسف دولت اللي بيروحوا هناك أمريكا بياخدوا فرق وبياخدوا ويمضوا. اللي يروح يصلي هناك يرجع يتشاف. اللي يروح يشرب بيرة يرجع يترقى في أمريكا. ده جيش أمريكا دلوقتي بعد 50 سنة. كلهم خونة، محدش يقول لي للأسف اللي الجيش شريف. الشريف بيتعرف في الزنقة. دلوقتي الصهيوني ده، أنا معناه عارف إن ده صهيوني، الجيش مش عارف. وأقوى مؤسسة في مصر هو اللي بيحمي الرئيس الخاين. فين غزة وفين مصر؟ فين مصر؟ مصر محمد مرسي يا أستاذ أحمد صلى عليه مليار. معناتها ايه؟ عشان محمد مرسي؟ لا، عشان مصر بقت حره. مصر لما تكون حره الاسلام كله يتحرر. للاسف كل مصر دلوقتي متدمره وبيباعها وقاعد متسهوك كده. للاسف يا استاذ احمد، احنا خلاص فاضل ايه تاني؟ الشعب فين؟ شوفوا ايه اللي بيحصل في مصر. فين مؤسسات الدوله؟ انتهت، اتدمرت كلها، تبقت عزبه. المتسهوك ده هو اللي ماشيها. ازاي الجيش عارف ان واحد صهيوني بيحكم مصر وسايبينه عشان مصالحهم؟ ايه مصلحه دي؟ شكرا لك، بشكرك يا حسن. شكرا لك، بشكرك جدا. احمد من مصر معايا. استاذ احمد اهلا بيك. استاذ احمد معايا؟ طيب مبقاش معانا. طب مصطفى رجعت لنا. ومصطفى من القاهره. ايوه يا مصطفى، اتفضلي، اهلا بيكي. ايوه استاذ احمد، الله يكرمك يا رب. انا مين معايا؟ استاذ احمد الله يبارك لك يا رب. اهلا وسهلا، مين معايا؟ ابو مصطفى. ابو مصطفى ازيك يا مصطفى، عامله ايه؟ ابو مصطفى نعم. طب بالراحه كده، الله يخليك يا رب. اسمعيني من التليفون ووطي صوت التلفزيون وبالراحه. واحده واحده، ميكي استاذ احمد الله يبارك لك. انا سؤالي، معلش اسفه جدا. معلش اقفلي بس السبيكر لو فاتحاه عشان اسمعك بشكل واضح. ابو مصطفى انا سامعك، انا سامعك. ايوه يا استاذ احمد، اقفلي بس السبيكر عشان اسمعك كويس يا ام مصطفى لو سمحتي. تمام يا استاذ احمد، تمام، الله يكرمك، الله يبارك لك يا رب. انا لي سؤال بس، معلش. اتفضلي. نعم اتفضلي، اسمعيني من التليفون. معلش يا استاذ احمد. يا ام مصطفى اسمعيني من التليفون مش من التلفزيون لو سمحتي. انا والله يا استاذ احمد انا موافقه التلفزيون خالص. يسامح حضرتك ايوه، اتفضلي بقى، قولي لي مداخلتك، انا سامعك اهو، اتفضلي. ماشي يا استاذ احمد، انا ليا سؤال بس اسفه جدا جدا، هو خارج موضوع اليوم. اتفضلي. ليا سؤال محيرني وتعبني جدا جدا وخارج. طب الصوت مش واصلني يا استاذ احمد. انا سامع حضرتك والله، واحنا سامعينك كلنا، يعني يا ريت تقولي سؤالك. يا ريت ايه؟ يا ريت تقولي سؤالك. طيب السؤال يا استاذ احمد. ماشي، حاضر. السؤال يا استاذ احمد الله يبارك لك يا رب، سؤال يعني محيرني جدا، نفسي افهم. هو مش ممكن، نعم مش ممكن يا استاذ احمد، هو خارج الموضوع بس انا تعبني جدا، هو مش ممكن الله يكرمك يحصل حظر على الطيران الاسرائيلي؟ انا نفسي افهم نتيجه مين اللي بيحصل. مش ممكن يحصل حظر على الطيران الاسرائيلي؟ ايوه
طيب هقول لحضرتك في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي. انا هجاوب بقى، انا هجاوبك بقى. في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي وفي التعاون، انا بشكرك يا مصطفى، وفي التعاون العربي الكبير جدا مع اسرائيل، اقول لحضرتك لا مش ممكن. مين هيمنع الطيران او هيعمل حظر طيران، مصر ولا الاردن؟ ده مستحيل يعملوه، وما عندهمش القدره ولا الجرأة انهم يعملوا كده. دول بيساعدوها كمان واقفين معاها واقفه يعني اخوات وشقايق. معايا ابو سامر من الخليل فلسطين، حيا الله ابو سامر. يلا انت عليك، السلام عليكم. كيف حالك استاذ؟ اهلا وسهلا، السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا. ايه اللي فرق دلوقتي بعد 51 سنه 6 اكتوبر 73 و6 اكتوبر 2004 او 24 افضل؟ والله يا استاذ احمد، فرق من الارض للسماء. اول شيء كان في 73 كان في رجال بمعنى الكلمه، اختلفنا واتفقنا. المهم انت عشت الفتره دي يا ابو سامر؟ يعني كنت واعي وعاي كبير في الفتره دي؟ والله متذكرها زي ما انا سامع صوتك. احكي لي، احكي لي انت كمواطن في الخليل لما شفت الحرب والعبور كان ايه احساسكم؟ والله يا استاذ احنا طبعا كنا مبسوطين جدا، وانا هالايام هذه بذكرها. يعني كنت بصف اول اعدادي. أيوه. يعني واعي، يعني متذكر كويس. واعي. وطبعا كنا نتابع، ما انت عارف يا الراديات، يا قليل من الناس عندهم تلفزيونات يعني. صحيح. فكنا متابعين الجبهه المصريه والجبهه السوريه يعني على الشقتين. فطبعا كان فش يعني فش خيانات زي الايام هذه، والناس كان عندها انتماء وطني، الجيوش عندها انتماء وطني. يعني الجندي مستعد يضحي بروحه في سبيل بلده وارضه. اليوم هذا العقيده كلها اختلفت اختلاف كلي. يعني الجيش السوري صار همه يقتل في شعبه، الجيش المصري صار همه يسوي حيل وطناجر وقنبره. يعني العقيده كلها اختلفت. هذا عن ذلك مصر، يعني المخطط تاع امريكا والدول الغربيه انه يحيدوا مصر عن الوطن العربي. مصر يا استاذ احمد نصف الوطن العربي، هي الخاطره بتاعت الوطن العربي. اذا مصر صلحت الوطن العربي يصلح، واذا فسدت الوطن العربي عليه السلام. فاحنا هذا يعني هذا الثقل العربي مصر. ما بدهمش هذا الثقل العربي يكون حر او يحكم بنات شرفاء. اللي يكون يعني تابع للغرب تبعيه عمياء. ولقوا الرجل المناسب للوظيفه هذه، السيسي ومن لف لفيفه يعني. والله يا ربي يعني استرنا في الايام الجايه، وان شاء الله ربنا يجيب الاصلح. شفت العمليه اللي صارت في بير السبع النهارده؟ والله شفت. ما احنا استاذ احمد شغلتنا مش نتابع التلفزيون والاخبار. قال لك معاه جنسيه اسرائيليه، طب عايز ايه؟ ما هو عنده وعايش في واحه الديمقراطيه وجنسيه اسرائيليه، ليه بيعمل عمليات ضد المستوطنين او حرس الحدود الاسرائيلي؟ والله يا استاذ احمد دائما العيشه الرغيده والفلوس مش كل شيء في الحياه. في عندك شغلات روحانيه، عندك دين، عندك مبادئ، عندك اخلاق. يعني الفلوس اخر شيء الواحد لازم يطلع على الشغلات الماديه. هذا انسان بدوي، والبر يعني بصفه عامه جماعة عندهم دم حامي يعني. بشوف هالمناظر، بشوف هالبصير في لبنان وفي غزة وفي الضفة، أكيد يعني بضل بني آدم يعني. شكرا ليك، بشكرك أبو سامر، تحياتي ليك. أبو يوسف من القاهرة أهلا بيك. أستاذ أحمد إزيك؟ إزيك أبو يوسف، عامل إيه؟ الحمد لله تمام يا حبيبي. هو إحنا ليه كمصريين دايما نقول إيه الرجالة ماتت في الحرب؟ يعني قصدنا إيه بالكلمة دي؟ هو قصدنا ان احنا مش شايفين رجاله دلوقتي، ده صحيح. في جميع المجالات دلوقتي والقيادات دلوقتي والجيش في 73، ده 51 سنه بس. ايوه، ما هو ده نتاج مرحله الفساد اللي بداها عبد الناصر من 52.
نتاج مرحله الفساد اللي بداها عبد الناصر من 52، واللي احنا فيه ده زي ما قلت لحضرتك قبل كده وما اعرفش الكلام ده تقيل على اذهاننا، احنا حرب 73 دي خراب على مصر اكتر من حرب 67، لان احنا لو سيله ما اتخذتش لحد دلوقتي، فرضا يعني لو ما اتخذتش لحد دلوقتي ما كانتش اسرائيل هتقدر تعمل اي حاجه، وكنا هنعمل معاها اللي عملناه في حرب الاستنزاف. انما معاهده السلام جابت لنا الخراب وجابت لنا جهاز الخدمه الوطنيه اللي خلى الجيش كله بقى بيزنس، وبالتالي كله مؤسسه الدوله بقت بيزنس. انت قصدك ان نتائج الحرب هي يعني النتائج بقى دلوقتي هي اللي يعني مضايقاك، انما مش استعاده الارض ومش الانتصار هو اللي مضايقك اكيد. لا، انا اللي مضايقني ان حرب 73 احنا صحيح كسبناها كمعركه انما خسرناها كحرب، لان احنا وصلنا بيها لمعاهده السلام اللي ليها وصلتنا لجهاز الخدمه الوطنيه، وبدا الجيش ومؤسسه الدوله كلها تعمل بيزنس، وعلى راسها الجيش والشرطه والقضاء زي ما احنا شايفين الدنيا كلها شكلها ايه دلوقتي. وانا يعني الكلام ده قلته لحضرتك قبل كده، وانا عارف ان هو تقيل على اذهان ناس كتير قوي. ده رأي حضرتك في الأول في الآخر. بشكرك يا أبو يوسف. معايا أبو وائل من اسكندرية. أبو وائل معانا ولا؟ أهلاً وسهلاً أستاذ أحمد. أهلاً يا أبو وائل، لو ممكن تعلي صوتك، ولو فاتح السبيكر اقفله بعد إذنك عشان يبقى الصوت أوضح. طب دقيقة واحدة على التليفون. يا أبو وائل. طب أنا آسف جداً أنا مش سامع أبو وائل. ورجاء اي حد يكلمنا يا جماعه يعلي صوته ويكون قافل سبيكر عشان نقدر نسمع صوته بشكل واضح. سامح من حلوان، اهلا يا استاذ سامح. ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك عامل ايه؟ الله يخليك يا باشا. اخبار حلوان ايه على حسك؟ والله طول ما فيها العميل الصهيوني زي الزفت. طب هو ايه اللي فرق؟ ما ده جاي من الجيش برضو بتاع، ايه اللي فرقه عن جيش أي ايه وزفت ايه؟ هو ده كده بقى جيش يا استاذ احمد؟ امال ايه؟ يا ريت حد من الجيش محترم يكلمنا ويقول، يكلم حضرتك ويقول ايه اللي بيحصل دوت. انا هكرر على حضرتك السؤال بتاع الراجل اللي كلمك من شويه يا استاذ حسن. ازاي واحد بيبيع البلد وبيبيع الارض اللي سال عليها دم الناس والشهداء اللي راحوا مننا دولت، والجيش واقف يتفرج والبلد واقفه تتفرج؟ هو ايه ده القزم ده؟ ازاي صغرنا كده ويوقفنا مذلولين كده؟ ما هو القزم ده يعني بيمثل مصر. مصر اللي عمال عمرو اديب بيقول عمرو كذيب دوت اللي بيقول ده كبيره. كبيره ايه اللي صغرها القزم العميل الصهيوني ده؟ طب حد يقول لنا اتجند امتى؟ طب في اسرائيل ولا عملوا فيه ايه؟ طب عشان يخلوه ذليل وخانع كده وجايب لنا المهانه والعار وبيبيع الارض اللي متنا عليها واللي جدودنا واهالينا ماتوا عليها. ازاي الكلام ده بيحصل في بلد زي مصر والناس الشرفاء اللي في مصر ساكتين؟ احنا مش عارفين نتكلم. طب انا اتكلم واتحبس واهلي يتبهدلوا ورايا؟ طب نتفق يا جدعان، كل واحد يقول حل نطلع ازاي نشيل العميل الصهيوني دوت. كل واحد يقول رأيه، البلد دي هتضيع كده. كل يوم والتاني بيتباع حتة، كل يوم والتاني بيتباع حتة، يعني كده كفاية. البلد بتضيع، حرام حرام والله العظيم. شكرا يا سامح. لازم يكون في حل، أكيد لازم يكون في حل. محمد من القاهرة. أستاذ محمد أهلا بيك. أستاذ أحمد إزي حضرتك؟ أهلا. الله يخليك يا رب. عامل إيه يا فندم؟ الحمد لله. انا عاوز بس اقول كلمه يا فندم. عايز حضرتك سالت ايه الفرق ما بين انا بس عايز حضرتك تعلي صوتك شويه عشان اسمعك والناس تسمعك بشكل واضح. حاضر. اتفضل. سيادتك بتقول يا فندم الفرق ما بين 73 وبين دلوقتي. ايوه. مش كده؟ ايوه. لا، فرق كبير جدا جدا جدا. احنا كنا خارجين من الهزيمه سنه 67 نظرا لحاجات كثيره جدا في الجيش، للفساد والحاجات اللي حصلت كثيره جدا اياميها، فطبعا التزمنا سنه 67 والخيانه. سنة 73 الجيش كله كان طبعا عنده حافز ان هو ينتصر، وان الشعب كان كله، الشعب المصري كان ورا الجيش وكان عنده انتماء، الشعب كله كان عنده انتماء للبلد، الشعب كله كان بيحب البلد، الجيش كله بيحب البلد، فبالتالي كان عنده الحافز ان هو ينتصر، وبالفعل كان مناع ان هو يرد اعتباره تاني بعد الهزيمه اللي حصلت 67.
اما دلوقتي بقى الوضع مختلف تماما. دلوقتي يا فندم مفيش اي انتماء للبلد للاسف. الشعب المصري كتير جدا بيهج بره البلد، كاره البلد. الجيش نفسه ما بقاش فاضي يا فندم للحروب ولا فاضي للنظام بتاع الجيوش نفسها والحرب. لا لا لا، الجيش بقى دلوقتي شغال في حاجات اقتصاديه، في مشاريع اقتصاديه، في مشاريع عقاريه، في اغذيه، في جمبري من غير راس، في الحاجات اللي هي الاكل والطعام والكلام ده. مش فاضي ان هو دلوقتي ان هو يختص بامور الحرب نفسها، بامور الجيش نفسها، او بامور العسكريه نفسها. ده للاسف فرق كبير جدا يا فندم بين السماء والارض. شكرا ليك، بشكرك يا استاذ محمد. اذا فرق كبير جدا بين جيش اشتغل على نفسه في العسكريه فحارب وانتصر، وجيش بيتدخل في السياسه والاقتصاد، والوضع زي ما حضراتكم شايفين مش محتاج كلام. محمود من القاهره معايا. استاذ محمود اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا فندم. ابو عبد الله، انت بنقول بتمشي ورا صغيرين وبنتكل على الله. ماشي. بقول له الخط بقى جمبري بعد ما كان برليف. ما خلاص بقينا حبايب وتلم بقى يا خفيف. صهاينة زرعوا ابنهم واللي زرع حريف. شجر الخيانة كبر ومفيش مكان لشريف. دم البطل أهو ضاع تمن وصبح مصاريف. والشاذ لسعد البطل محروم من التعريف. الخط بقى جمبري بعد ما كان برليف. تفضل بطل. عجبي. تسلم محمود، تسلم ويسلم ألمك. هاشم، أستاذ هاشم القاهرة معايا، أهلا بيك. مساء الفل، ازيك يا استاذ احمد؟ اخبارك ايه؟ نور على حضرتك. حضرتك حضرت 73؟ حضرت 73، كنت أنا في المدرسه وقتها. طب انا عايز اسالك عن احساس اليومين، احساس حضرتك يوم 6 اكتوبر 73 واحساس حضرتك يوم 7 اكتوبر ابويا كان 23. اتفضل. هقول لك دلوقتي اهو، في 73 كان ابويا في الحرب، وكان عمي في الحرب، وكان اتنين من ولاد خالتي في الحرب، خدت بالك؟ وفي حتى ظباط ولا مجندين؟ عمي في اتنين ظباط واتنين مجندين. تمام. واللي اصيب ظابط، واللي اصيب في ايده ظابط، بس الحمد لله فرحنا فرح لا تتخيله. كان جيش، انما اللي حصل دلوقتي بصراحه ما هوش جيش. يعني ايام الملك فاروق لو تاخد بالك، الله يرحمه، كان في حاجه اسمها اهل الخبره. كان عايش كملك بيدير دولة، بس مدي كل حاجة لأحسن خبير فيها. أيوة. لما يكون العسكر قعدوا على الكراسي خافوا أن أهل الخبرة يلمعوا ويسرقوا منهم الأضواء، بعد ما كانوا تخلصوا من محمد نجيب لما حب يحط حكم مدني زي الأول. خدت بالك إزاي؟ فاللي حاصل دلوقتي أن خدوا بتوع صفة انتباه للخلف ضر ومسكوهم هم مكان وسموهم اهل الثقه بدل اهل الخبره. خرب الجيش وخرب الدوله وخرب الاقتصاد وكل حاجه، بس في حاجه تانية ممكن نستفيد منها. اتفضل. اولا طالما ما نزلتش ثوره، اولا الحاكم مجنون مصاب بالبارانويا ما فيهاش كلام. ولو جبت اي دكتور استاذ نفسيه وعقليه هيقول لك انه مصاب بالبارانويا. هل يصلح ان مجنون يجلس على كرسي الحكم؟ طيب بعيدا عن دي احنا اتكلمنا فيها قبل كده يا استاذ هاشم، احساس حضرتك انت بقى دلوقتي في سنك، ربنا يديك الصحه، في 7 اكتوبر 2023 السنه اللي فاتت، حسيت ايه؟ انا حاسس ان احنا ما عندناش جيش. لا، لما اللي حصل في غزه ودخلوا على عدوا الحدود. والله انا حزين اكتر من 40,000 شهيد و100,000 مصاب. كفايه بس كمان سد النهضه اللي احنا خايفين نواجه اثيوبيا من اولها، بقى جيش جبان، جيش للأسف. جمبري وبتاع للأسف هاشم. أشكرك جدا، بقى جيش جبان وبقينا خايفين، ده كلام أستاذ هاشم. طيب نروح لخط الصعيد، ومعانا أول خط الصعيد الأستاذ أحمد، أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إيه اللي غير المصريين، وهم اتغيروا فعلا ولا لا من 73 لدلوقتي 50 سنة 51 سنة؟ هو اللي غيرهم الأستاذ بتاعنا يعني السيسي، يعني هنعمل إيه طيب؟ وإن إحنا إيه ذنبنا؟ أنا عندي سؤال بس في الحلقة بتاعتك دي، أنا ما بفهمش السياسة، بس أنا إيه ذنبي أصلاً 22 سنة ومش عارف أعمل أي حاجة بسببه؟ يعني هو أنا إيه ذنبي أنا؟ أنا إيه ذنبي؟ وإخواتنا اللي بيموتوا في غزة دول، إحنا المفروض نعمل إيه طيب؟ ولا المفروض الدولة بتاعتنا دي تعمل إيه؟ ولا الجيش بتاعنا يعمل إيه؟ ولا الرئيس بتاعنا يعمل إيه؟ كل شوية بيبيع في حتة في منطقة، رأس الحكمة والوراق، مش عارف بيعمل في الوراق إيه؟
وايه اللي بيحصل فينا ده؟ انت كمواطن يعني وشاب صغير، ايه اللي مش عاجبك في البلد بصراحه؟ انا كل اللي بيحصل ده مش عاجبني. ايه اللي يرضيك؟ هو ايه اللي يعجب في كده؟ ايه اللي يرضيني في كده اصلا؟ ايه اللي يرضيك يا احمد؟ انا عايز اعرف الاستاذ حاتم ابو اسماعيل ده راح فين اصلا؟ في السجن. السجن انت بتهمه ايه؟ هو اي تهمه بقى يا ابو حميد، انت عارف بحر الاذى واسع يعني. وفي السجن باسم عوده، وفي السجن كلهم في السجن. معايا يا احمد؟ معاك يا استاذ احمد. اي حد هيحب البلد دي يا احمد هيخش السجن. اي حد هيقول نزرع غذائنا ونصنع دوائنا وسلاحنا هيتقتل، لان العساكر محتكرين البلد ومش عايزين يبقى حد في المشهد غيرهم، حتى لو فسد، حتى لو خونة، حتى لو حرامية ولاد 60 في 70. الا اذا الشعب كان عنده ارادة تانية، وارادة الشعوب من ارادة الله. ربنا يعينك يا احمد ويعين اجيال طالعة، مش انت لوحدك. احمد من سوهاج، احمد من سوهاج معايا ولا محمد؟ استاذ احمد من سوهاج معانا؟ طيب مش معايا. استاذ ابراهيم من القاهره. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ ابراهيم. ما الفرق ما بين هذا الجيش وذاك الجيش وهذه القياده وتلك القياده؟ طيب انا بالنسبه للجيش حابب ان انا اوضح نقطه مهمه جدا. اتفضل. احنا في مرحله، شكرا، احنا في مرحله خطيره جدا، وانا شايف ان احنا من الخطا جدا ان احنا نبتدي نهاجم الجيش المصري في هذه المرحله. الجيش المصري ما نزلش في المظاهرات اللي كانت في شهر 7، ما نزلش الشارع. الجيش مشغول بالحدود فعلا حاليا، فاحنا ما ينفعش ان احنا نهاجم الجيش المصري. لكن في نقط مهمه جدا لازم نتكلم فيها داخل الاقتصاد المصري. الحكومه لما اعلنت ان هي باعت رأس الحكمة، قيمة المتر بتاع قد ايه هناك؟ ودي زي ما بنقول مراية الدولة. الساحل الشمالي المتر اتباع للإمارات ب 4000 جنيه وحاجة، لأن الدولار اتفك بعد التعويم. في نفس الوقت لما نيجي نشوف وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لما تيجي تطرح المتر للشعب المصري، المتر في الصحراء ب 14000 جنيه فقط ارض. انا كمواطن مصري بشتغل في القطاع العام او القطاع الخاص، رد كام انا؟ الحكومه بتديني كام؟ القطاع الخاص بيديني كام؟ انا المبلغ اللي انا باخده ده مستحيل يكفيني ان انا اكل واشرب والبس واتعالج واركب مواصلات انا كفرد لوحدي. فما بالك بقى لو ان انا متجوز وعندي اسره وعندي، اجيب انا منين بقى اوفر 14000 جنيه ثمن المتر في الارض بتاعت الصحراء؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ده تدمير للمجتمع، ده تدمير للمجتمع. المفروض الدوله مش انها تاجر على الشعب. صحيح. ده ملك الشعب، الارض ملك الشعب، المفروض انت تديها لي بسعر رمزي او مجاني المفروض اساسا، لان المفروض ان انت توفر لي سكن وامور ان انا اقدر اعيش فيها، انت مش موفر لي حاجه. فانت ارضي بتبيعها لي، وفي نفس الوقت انا اللي ببنيها بمجهودي. طب فين دور الحكومه؟ احنا في نفس الوقت الحكومه بتيجي تتكلم وتقول لك انا بدعم المواطن ببنزين، يا فندم انت بتدعم المواطن اللي راكب سياره، انا الشعب اللي ما عنديش سياره بتدعمه ازاي؟ انت فاهمني ازاي يا استاذ احمد؟ فاهمك. انا فاهمك وانا معاك في ده، وانا بس حابب اقول لحضرتك ان كمان لا، الجيش مش مشغول بالحدود ولا حاجه، الجيش مشغول بالتكالب على المرافق الاقتصاديه وبيع البلد وبيع الارض، ده بيدخل الجيش لا الجيش عنده مصانع واسلحه بيصدرها من لا بره. هو مش شغل الجيش، مش شغل الجيش انه يعمل لي مكرونه على فكره، ولا انه يعمل لي مش عارف بسكوت. انا ضد ده طبعا، بس هو عنده مصانع حربيه بتصنع اسلحه وبيصدر. ماشي، ما عيالنا اللي بيشتغلوا فيها يا فندم، ابن حضرتك بيخش التجنيد بيروح يشتغل هناك. متفق معاك حضرتك ان في اخطاء. احنا عايزين بس الجيش لا يبيع ارض ولا يعمل مكرونه، عايزين الجيش يبقى بتاع جيش. طيب يشتغل في العسكريه. طب اوكي، الشعب نايم، الجيش محتاج ظهير شعبي عشان خاطر يقدر يتحرك، الشعب نايم.
اذا هتلف تلف وترجع للشعب. اشكرك. انا سيدنا استاذ احمد، الجيش ما يقدرش يعمل انقلاب والا يبقى خاين، لازم الشعب ينزل الشارع يبقى هو ظهير دليل عشان يبقى فيه ظهير شعبي. شكرا ليك يا ابراهيم، يعني كلام منطقي بالنسبه للظروف اللي احنا بنشوفها. نصر من الجيزه معايا ولا فقدنا الاتصال؟ نصر من الجيزه معايا يا جماعه. ايوه يا استاذ احمد. ازيك يا عم نصر، ايه اخبارك؟ ده انا مركون عدلي جزيلتي ساعه يا راجل. طيب انت منورنا، انت راجل بركه، وقلنا تفضل معانا كده ناخد من بركتك. مفيش مشكله. حقك علينا. ايه اللي اختلف بقى؟ يهمك. اللي اختلف من 73 لدلوقتي، وانا بس عاوز ارد على اللي اتصل قبل مني، الاستاذ اللي قال لك الحل مش الشعب مش عارف يعمل ايه. أيوه. ايه الحل؟ كل واحد يقول حل. يا باشا الجيش حامل خاين، خليه حميه. بقى اتنقل من جيش مصر وجيش الشعب، الجيش الخاين خلاص خليك ورا الخاين. القضاء بيحكم له، احكم له. الاعلام بيطبل له، طبل له. الشرطه بتخدمه وبتقبض له على اللي يتكلم، اقبضوا كلكم خليكم معاه. الراجل بقى اللي بيقول لك الشعب يعمل ايه؟ انا عاوز اقول له نقطه صغيره. يا باشا انت اللي بتصرف على الناس دي كلها. ما تدفعش يا حبيبي. انت لو في بيتك مراتك ما سمعتش كلامك وعيالك مش هتدوهم مصروفا لما يتقدموا. ما تدفعش يا باشا. مش هدفع كهرباء، مش هدفع غاز، عاوز يقطعهم ويقطعهم. مش هنزل اقول، مش هنزل اقول السيسي يمشي ابدا. هنزل اقول فين الكهرباء؟ ما انت ما بتدفعش، اقول له اجيب لك منين؟ ما انا لو معايا هديك. هتاكل مصر يعني؟ انا مش عايز، انا مش قادر اديك. اديك فاكر يا استاذ احمد معايا. يا باشا السلاح اللي مسكه السيسي ذو حدين، بس احنا مش عارفين نستخدم الحد بتاعنا. انا اللي بصرف على الجيش وبصرف على الشرطه وبصرف على السيسي واللي جابه السيسي وبصرف على القضاء وبصرف على الاعلام اللي بيكذب عليا وبيضللني. انا راجل البيت، لازم الشعب المصري يفهم كده. والجيش لو ما احترمش نفسه قرار صغير هيتاخد هجيبه لمس اكتاف من غير ما نتخانق ومن غير ما نضرب نار على بعض. ما ينساش، انا هديها له بطريقه مبطنه، ما ينساش ان قوام الجيش كله هم مجندين ولادنا. حط عليها دايره بقى ويفهموها زي ما يفهموها. احترم نفسك يا جيش مصر، احترم نفسك. ودي رساله للجيش. وعاوز الشيخ الازهر المحترم يطلع يقول لي فين هم اخف الضررين اللي اختارهم وعملا بالشريعه اخترنا اخف الضررين اللي احنا فيه. يا احمد يا طيب اخف الضررين؟ اطلع رد عليا لو انت على حق. ان ما ردتش انت من النهارده مش شيخ الازهر بالنسبه لي انا كمواطن، والشعب المصري يحكم بيني وبينك. اطلع رد عليا. هو ده اخف الضررين؟ هي الخيانه وبيع الارض والتفريط في العرض وقتل المصريين، هو ده اخف الضررين؟ ربنا ينتقم منك يا اخي. وانا اسف يا استاذ احمد. شكرا ليك، بشكرك يا ناصر. ده رايك. السلام عليكم. اهلا وسهلا بيك، وكل حد حابب يقول رايه في حدود اللياقه. احنا يسعدنا ان احنا ننقل اصوات الناس كلها.